نفدي بها صرح العقيدة والهدى أرواحنا ودماؤنا ونفوسنا نفدي بها صرح العقيدة والهدى قل للطواغيت الذين تجبروا أين المفر غدا سنقاتلكم غدا أين المفر غدا سنقاتلكم غدا نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا دستورنا القرآن مصدر عزنا لن نرتضي غير الشريعة موردا لن نرتضي غير الشريعة موردا احمل سلاحك يا مجاهد وارتني في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى اثأر لدينك لفك لا يا أخي فالبغي في أوطاننا قد عربدا فالبغي في أوطاننا قد عربدا ضجت سيوف الحق من أغمادها ويضج صوت الحق إن هو أغمدا آن الأوان لأن تسلى سيوفنا حمم على من قد تجبر واعتدى حمم على من قد تجبر واعتدى يا أيها الأبطال يا أملا بدا يا من دعيتم فاستجبتم للندى تتضاءل الأمجاد عند جهادكم يا جحفلا للحق نال السؤددا